هلا شباب ناخذ عن المودلرايزيشن. شو يعني مودلرايزيشن؟ يعني تجزئة. يعني تقسيم وتجزئة. هلا انا بعطيك سكيم، اعطيكم مشاريع. هل المشاريع هاي بتعطيني المشروع كله رسمي وحدي على مليح، ولا تعطيني اياه اجزاء؟ اجزاء احسن طبعا. هلا ليش تعطيني اياه اجزاء؟ ليش تعطيني؟ هذا مثال بقول لك اوردر ماست بي ايشود باي كاستمر، الاوردر ريكويست اوف بوك، والاوردر سيتلد فيا بيمنت ميثود، والبيمنت ميثود ثلاث انواع، تشيك وبيمنت كارد وماني اوردر. والبيمنت كارد كان بي كريدت كارد، والكريدت كارد له رقم وله كذا كذا. لاحظ هذا بايش استعملناه؟ هذا لامازون لما بدنا نشتري كتاب، لما بدنا نشتري السياره بيرسون ايشوز اون رنتال، الرنتال عشان والبيرسون هذا لازم معاه درايفنج لايسنس، والرنتال هاي انس وستارتس ات ديت وريكويست كارد وستل فيا بيمنت ميثود، والبيمنت ميثود لازم ثلاث انواع والكريدت كارد مجرد. اذا لاحظ انه هذه الجزئيه مالها هاي الجزئيه شبيه، بقدر اعمل هاي يعني بقدرش اعمل ريوز للصرف. يعني انا بدي اعمل ريوزابيلتي، يعني انت عامل اونتولوجي او عامل كونسبتشوال سكيما للبنك ممتاز. طيب ما انت بتحكي عن اشخاص، والدكان اللي بحدك بتعمل اونتولوجي او كونسبتشوال سكيما عن الاشخاص، ببيعوا هناك خيار، ها مش مصاري. هلا في وكانه بارتس عندك هم بحاجه لها، فالريوزابيلتي ها allows reusability، sorry modularization allows reusability. So develop a conceptual schema as a set of modules and later compose them to form one module. يعني تخيلوا عنا هيك، عنا هذا البار وهذا البار وهذا البار. هلا البوك ستور شو ماله؟ باخذ هذول الثنتين، والكارنت باخذ هذول الثنتين. هلا واي تو مودلرايز؟ يعني واي از تو ريوز مش سيف تايم، از تو ريوز ويتش امبلايز سيف تايم، ايزير تو بيلد. ليش ايزير تو بيلد؟ تخلي كل شيء ترسيها تركز على الشيء. لا مش لا هي نفس اللي تفكر فيها نفسها، لانه ايزير تو بيلد، لانه انا في البارت هان البارت على البيمنت بعطيه لواحد بيفهم في البيمنت، وهان بعطيه لواحد بيفهم في الكتب، وهذا تحت بعطيه لواحد بيفهم في تأجير السيارات. البارت مجهز يجهز. فا ايزي تو بيلد لأنه بوزع شغل، ايزي تو مينتين طبعا لأنه كمان حجمه صغير أكيد بسهل، ايزي تو مينتين انا بعدلش على كل على شيء كبير، التعديل بيكون جزء او تو ريبليس ليتر، بدي اعمل واحد احسن بس بكيم هون بحطها البق كله بضل نفسه. ف وزي ما حكيت قبل شوي سوري ايزير فور ديستريبيوت ذا ديفلوبمنت اوف ذا سكيما، كل واحد بيعمل قسم. فانا بقول لك انت اشتغل بهاي الناحيه، يعني لو نفس المشروع اللي معكم هلا كم كنت تعملوا ديستريبيوشن شو بصير كله؟ انت تخصص في هاي الشغلات، انت تخصص في هاي الشغلات، انت تخصص في هاي الشغلات. لاحظين؟ ولما بكون في عندي انطولوجي كبيره او 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 سكيما كبيره سهل اني اعملها مانجمنت. تخيل لو مثلا كل البنك انا او ار ام سكيما كل البنك، بدل ما انا يكون عندي واحد بكون عندي ايش؟ عدة موديولز، فسهل انه اعمل مانجمنت لهي السكيما وبراوز بسرعه، بفتح بسرعه بدور بسرعه. واضح؟ هلا وين تو مودلايز؟ سؤال وين بناء على شو؟ لاحظ انه انا بعمل مودلايزيشن قبل ما ابني مش بعد ما ابني. طب كيف اعرف
انه هاي بدي اعملها موديول او ليش اعملها هاي. فعاده شو بيساوي من قوه سبجكت اورينت سو ريليتد فاكتس ديسكرايبينج سيم سبجكت ماتر نفس الموضوع او شو بتقترحوا مؤيد كل سبجكت وليد سبجكت ترجع للدومين او تكون الموديول تاسك اورينتد او بيربوس اورينتد بيربوس اورينتد مش سبجكت اورينتد يكون ريليتد فاكتس ديسكرايبينج سيم تاسك مش سيم سبجكت او ستابيليتي شو يعني ستابيليتي ديما مثلا الموديل تبع الاوردر احنا واصلين بس البيمنت اسامشن تاخير العدد المعيار فهمتوا علينا وليد حاول لا حكيت صح ستابيليتي بار لا فينا مش قديمة ممكن يكون عندنا جزء مثلا مش فنكون مش عاملين عليه تشيك والفاينل تشيك مش متأكدين منه أو حتى كل إشي جاهز عندنا مسبق حدا ثبته 100% هذا بنعمل استابيليتي للسيستم يعني شغلات ممكن تتغير باستمرار بحطها لحالها شغلات ممكن أغيرها أيوة الشغلات اللي جزء تتغير أو مش متأكدين منها أو 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 مش نعزلها على جنب يعني مثلا البيت بانك زي الباراميتر معين تغير نسبة الفائدة نسبة الربح مش عارف ايش حط لحالها عشان تغير استمرار نعملها موديل لحال الباراميتر مثلا هيك قصدك كثير صح طيب لا لسه طيب في سؤال عن المودلاريزيشن قبل ما ننهي المودلاريزيشن شيء هذا اتس ان انجينيرنج اسبيكت على فكره كمان مره دوغما موديلر تعطي الموديولز اوبن موديولز وبيعمل لك اوتوماتيك كومبوزيشن بلون هنا كمان كل موديول بيعمل له لون في المودلاريزيشن بتكون بتاخذ بعين الاعتبار شيء اخر احنا كان المودلاريزيشن بس ما حكيناش عن الكومبوزيشن هلا طيب عملت الموديول بعدين بدك تعمل الكومبوزيشن على فكرة انتو بتقدروا تعملوا مودلاريزيشن ك كل موديول بيج صح؟ صفحة او كل موديول اكثر من صفحة شو مشكلة؟ بس اعزل لي اياهم عن بعض يعني ها؟ حط حواجز بين الصفحات حتى تبين انك عملت مودلاريز هذا الكلام بدي اياه يعني انك اسم المشروع تبعك دكتور في اشي اسمه المودلاريزيشن انه لما اعمل سب موديول هيك عشان استخدمه اكثر مرة اعطيه مثلا نيم الياس نيم واصير اعمل هذا اللي هذا الطول اللي هذا هي مشكلة الطول مش مشكلة الوان. الكونسبت هو الطول لكن لو نجيت بعد فيش لا لا. كله حطوه عشان كله هذا مش مشكلة اللانجوج نفسها. هي مشكلة التولز. ليش أنا سميت في هذا سكيما إنجينيرينج سميت كل هذا الموضوع اليوم سكيما إنجينيرينج. هذا مش مشكلة. ORM language نفسها هذا مشكلة التول اللي بتعطيك facilities عشان تلعب وتشتغل هسا الـ ORM tools غير الـ ORM tools على فكرة في الـ ER والـ UML مش موجود بس عملية ناس بيسوي بالواقع حبيت أعطيكم إياها حتى أنتوا تأخذوا معين الاعتبار يعني إذا بتشوفوا الانتولوجي تبعت المعملية بالـ ORM تعرفوا زنار ها حكيت لكم عنه زنار بحكي لكم عنه بعدين زنار اللي هو موقع الاي جوفرمنت الانتربرابيليتي فريم ورك تاع الاي جوفرمنت عملناه عملنا الانتولوجي بالوارد فرجوا عليها وعملناها موديولز عملناها موديولز في شيء سبجكت اورينتد وفي شيء كونسبت اورينتد وفي شيء مش بنقدم منه حتى نعجل هلا هاي الأشياء بس عشان تحسن السكيلز تبعك بس هاي مش قوانين منتبهين معي مش قوانين تحسن السكيلز تبعك وانت تشتغل يعني بالآخر لما انت خلصت على فكرة هاي آخر محاضرة بالوارد هاي آخر كلمة بالوارد خلصنا وارد
يعني وصلنا مرحلة المحاضرة جاي امتحان. محاضرة جاي امتحان. بس يوم السبت مناقشة المشروع. مناقشة المشروع. فوزة. نعم. عدي لكم اسبوعين. عدي لكم اسبوعين. صح؟ صح. والله لا. يعني معناها توقع. كمان يعني عدي لكم اسبوعين. قلت لكم امتحان توقعوا. صح؟ قلت لكم امتحان توقعوا. بعد اسبوع. لا لا متأخر متأخر كثير بالفيرست بصير عليكم امتحانات بالفيرست مش مناقشة لا لا مش مناقشة الحكي التسليم تيجوا مسلميني قبل يعني بكرة سوري بكرة جمعة معكم السبت لحد الساعة 12 سلم بعد الساعة 12 سفر 12 الساعة 12 سوري الساعة احنا وانتحان محاضراتنا وين انتنا 12 سبت. أنا بعرف بس هالمرة الماضية وين عملناها؟ من واحد إلى لثنتين. معناته أنت بتسلمنا على 12 أنا ببقى معي ساعة بطبعهن وبعدين نيجي بس نعرضهن ونتناقش. بعدين بعطيك ثلاث أربع أيام تسلم الفاينل درجة. كيف؟ لا لا فهمت علي؟ أنت حتسلم عشان أنا ما أنك اشتغلت. ما معناش وقت. انت المفروض عامله بس في شيء ارجع حكيت لك مش ارجع عيدها انا مش حاجة يعني عايز اسلم زي ما هو معيش يعني انت بتحكي بس يوم جمعه ويوم جمعه انت عارف كيف انت المفروض عامله انا عامل صح بس ما سلمتنيش اياه انت عندك اسبوعين تسوي فيه صح؟ اسبوعين عندك تسوي فيه من الخميس مش اللي قبله اللي قبله ليش مش من السبت اللي معك؟ وانت خدنا تعويض يعني قلت احنا خلصنا احنا سلمت الخميس ما اوكي سلمنا شيء طب من السبت؟ أنا وش سبب؟ صرنا فترة يا هلا اللي بدي إياه بعمل شيء أنت سؤال أنا عملت سلمت مرة ثانية يعني إنما هذا هو تعدل عليه سلمني إياه معك للسبت الساعة 12 الظهر بعدين رد نعمل حلقة نقاش عن الأسبكس الجديدة اللي درسناها ونعمل حلقة نقاش بعدين بقول لكم برد أفتح باب التسليم أخرى مرة لي ساعة النقاش من؟ واحد إلى ثنتين في مشكلة؟ سؤال في مشكلة؟ أنت عارف مشكلة؟ ماشي واحد يعني احنا سبت عطلة لا مشكلة مشاريع بختار يعني لو المشكلة انه احنا سبت هو عطلة جمعة بكل مرة لا في لا احنا سبت حابين نستغلوا من نشتغل فيه خلينا على عطلة يعني لا ما لازم نناقش يا لازم نناقش سؤال مش عندك محاضرة يوم السبت؟ ها؟ عندك محاضرة يوم السبت؟ لا في محاضرة في محاضرة عندي محاضرة عندي عطلة بشتغل السبت بعد المحاضرة بشتغل خليني على وقتين بعدين نجي تيجي يوم الاحد؟ لا لا بحلها انا وقبل ساعة ساعة مش حتتكلم معلش صدقوني خلينا اسمعوا الشباب خلينا نكتف ثمار العملية من كل اللي تعلمناه نكتف ثمار العملية يوم السبت بس اللي بطلبه منكم بس اللي بطلبه منكم انه بتتعبوا اخر تعب سوري اخر تعب الكامل الاخير هل اللي درسنا اليوم وهل كذا بترتب لي شغلك سلمني بنناقش نتأكد ونرد نقول لك اخر مره بسلم بعدين بنفكر اربع ايام بعدين تبقوا جاهزين للامتحان هيك برايمر ديليفري يعني تسليم اولي ما تسليم نهائي امتحان بس في عليه علامات مشان تسلمني شيء مش كويس لا لا حط عليه علامه صلح حط عليه علامات كل مره هي مش فور فري في نسبة شارجر لا في نسبة شارجر ناشي ناشي أسبوع الجاي أسبوع الجاي كل إشي داخل لليوم بس لحد اليوم إذا بتحبوا نعمل امتحان السبت مش الخميس مرتاد سبت أي ساعة؟ لا الخميس أحسن. لا الخميس أحسن. الكل مخدم كل إشي. هو شو بدكم؟ شو حاطين لا؟ كل شو بدكم؟ خميس.
يعني ساعة أول ساعة يوم الخميس. ساعة ساعة مش يوم السبت. الخميس. خلص الجمعة الجمعة الخير. بعد جيش. حد مش معي السبت أنا رايح السبت. أنا بحب السبت عارفين ليش؟ عشان استغل ساعة زيادة أخذ. ساعة زيادة احنا عارفين بس عمره مش لا يعني بس بشرح الديسكريبشن لوجيك بالثلاث ساعات المحاضرة يوم الخميس وهيك بروحش علي وقت الامتحان في المادة اللي السبت يعني بالنسبة يعني بلاش نضطر نعوض بعدين ثلاث اربع ساعات بكون مستغلها من البداية انا عامل حسابي لأن مرات بضطر اشرح بطيء خميس ومرة أو حتى بالنسبة لشغل يعني ممكن يكون الوقت يعني كريتيكال بالنسبة بس في عندك مشكلة لو يوم هيك عملنا تعويض يوم سبت؟ لا فيش مشكلة يكون محدد المواطن بس لكن المشكلة إنه الوقت امتحان يعني خلص الخميس نعمل تعويض يعطيكم العافية حدا يجي